كنت أعمل فريلانسر على منصات العمل الحر، مترجم وكاتب محتوى. بعدين إجت الحرب، خسرت بيتي، خسرت عملي، نزحنا من خان يونس بداية شهر ديسمبر لمواصي رفح. فأنا لما شفت بيتي الصراحة صار عندي انهيار أو للوهلة الأولى. عيشة الخيمة مش عيشة خالص، ولا تمد لحياة الأدميين بصلة. الخيمة لا بتناسب صيف ولا شتاء، الشتاء برد كتير والصيف حر كتير، وبنعاني كتير من الحشرات. عنا مخيم النزوح في رفح، هنا عنا نقص شديد في المية من كل النواحي، مية الشرب، مية الغسيل، مية غسل الأواني، مية الحمام. في يوم جتنا لجنة من مؤسسة أوكسفام وأصدقاء البيئة، سألونا إيش شافوا الوضع عندنا، وسألونا إيش في نقص عندكم. كانت المشكلة الكبيرة هي نقص في عدد الحمامات، ونقص شديد في المياه والمرافق الصحية ومواد التنظيف. وفروا لنا مجموعة من الحمامات ووزعوها على حسب الاحتياج في المناطق اللي حوالينا. مع توفير الحمامات وخزان المية الكبير كان يكفي حاجة المخيم تقريبا اللي احنا فيه. مع اجتياح رفح والنزوح المستمر للناس للمواصي، صرنا وين ما نمشي او وين ما نوجه نلاقي ناس حوالينا، ناس محتاجة مية، ناس محتاجة مكان تقعد فيه، ناس محتاجة مرافق صحية. فإحنا كنا قربنا إنه نحل مشكلة المية والحمامات، زاد العدد مضاعف. نفسنا يصير وقف إطلاق نار دائم، يعني يمكن هتكون أكبر فرحة في حياتنا قد ما نعيش فرحات تانية إنه يصير وقف إطلاق نار دائم.